السلام عليكم. المهم عاوتاني هذا فلوق من الفلوقات الصغيرة ديالنا. نمشيو نشوفو واحد البروبليم بان عندنا في الطوموبيلة هاد الايامات. نمشيو نشوفو معانا يبداو تستافدو من هاد التجربة الصغيرة. شحال من واحد تكون عندو هاد اللعيبة هادي بتجرى ليه في الطوموبيل ديكو يستافد معانا. يلا نشوفو هاد اللعيبة هادي. الفلوكا الصغار لو كيعجبوني باش زوينين ساهلين بالزربة وكلشي كيستافد. انت راه مزيت هاديك القضية مزيان. ها تصور انت دابا هاد البقعة ديال الزيت، قرب حداها شوية الكاميرا تشوف. هادي ماشي بقعة ديال الزيت خالصة، ولا كون كانت معلكة مزيان، هادي بقعة الزيت زائد الماء. كنلقاوها بيعوا لنا الزيت ناقص الزيت. ومادام الزيت ناقص والدخان ما كيخرجش اللور، يعني الدخان ديال الطوموبيله صافي، الا درنا امارش كنلقاو الدخان صافي. تشوف بانه الدخان صافي واجد. اذا دابا نقلبوا على الزيت فين تيمشي، فين يمكن يمشي الزيت. تصور هاد القرعة، شوف كي ولات تتبان لك قرعة كحلة، و إلا حليتيها هكا ها تنجيب واحد الكلينيكس باش نستعد الماء نورمال، ولكن مبقيتش كنخرج الماء، كنخرج الزيت معلك، و إلا درتو في الكلينيكس كيبان الزيت معلك. الزيت ما تلاش ما، يعني هاد الماء مخلط مع الزيت. اذا شكون اللي كيدير هاد المشكله هادي في الداسيه؟ جوج حوايج، ولكن الا مشيتي للمرسيدس غادي يقولوا لك جوان كيلاس، غادي خصك تمشي تشري جوان كيلاس. اما هادي الداسيه قلب شي شويه على حاجه اخرى اللي كتسمى فريجيرا. ضوي على هادي، اجي انت من هنا صافي سير باين. هادي ما كتبان لكش من تماك، انت دوز من هاد الشيء باش تشوف. ها انت هادي هي كيسميوها بلغة الميكانيك الفريجيرا. فريجيرا هادي، هاديك اللي لاصق في هاد الفلتر ديال الزيت، وهادي فريجيرا قريبة لغيفريجيغاتور، هي اللي كتبرد الزيت او كتسخنو. كنا نقولو حنا الفريجيراتور كتبرد الزيت، ماشي جديد هادشي، راه ما تلقاه في الجديد، يقدر يكون في الجديد ولا كتمشي لا ميزون لا شي بلاصه تشري بثمن نيت. اما هادي راه دابا اليوم شحال اليوم 25 مارس كثار 26، هادي غتلقاها تنهضروا بالتواريخ علاش لان هادشي كيدور الثمن كيدور في لافيرا على حسب الوقت والعام وكل شيء. هاد الفريجيره هادي كدير ما بين 3000 حتى 4000 ريال، يعني حتى 150 حتى 200 و حتى 200 درهم في لافيرا كتمشي تجيب فريجيره اخت هادي. هذا هو المشكل، حتى هي خصك ديرها وخصك تجرب، ماشي بحال جديد. المهم هي هادي، بغيتي تجربها كاين طريقه اخرى ديال الجرب، كتسد وحده من هادو ودير البرد هنا وديرو في السطل ديال الماء. هادي ما جبناش هذيك الساعات، ما مشيناش لجهة لافاج، ما كون جربناها في لافاج بها كتشوفها هي كتنفخ من هنا البرد وكتسد هادي، كتشوف بان البرد تيولي يخرج منها كيبقبق في وسط الماء بحال البياسة عند السيكليست. انا داك عارف بان الفريجيرا مشات، يعني ما بقاش تدور بها، سير جيب شي وحده اخرى. هادي جبناها من واحد الموتور قديم وركبات، ركبناها في بلاصتها صافي. المشكله ديال الزيت ما بقاتش، عبرنا يومين ولا 3 ايام بعد منا كنعبروا مع الصباح الزيت حتى تبات الطوموبيله مرتاحه، كنجيو كنلقاو الزيت بانه نورمال. بدلنا فيدونج لان كان يتخاصنا فيدونج، بدلناه كنلقاو بانه نورمال. يلا دابا بدلنا الزيت، بدلنا الفريجيره، بدلنا الماء، ولكن هاد القرعه هادي زدنا فيها الصابون.
يا اما اوني يا اما اللي عجبكم يا اما شوف شي حاجه اللي ما تلصقش. تشاور مع الميكانيك ديالك يقول لك اش من نوع ديال الصابون. كاين اللي كيدير غير الصابون البلدي ولكن كيخاف من ديك الخنازيه اللي كيخلي من بعد يطلع شي واحد تيقول لك الموتور خنز. دير شي حاجه اخرى، راه كاين شي صابون ديال البطاين ولا اوني ولا شي حاجه اللي هي تدور. درنا هذا الماء هذا بدات تدور، ضربت دابا واحد 150 حتى 200 كيلومتر الماء ما بقاش، الزيت ما بقاش كطلع. هنا في اللور راه كانت الزيت كتخرج من هنا وكتخشى لتحت دير ضايه ديال الزيت في العشيه الا كنتي جاي من شي محارد ليها البنا. شكون المشكل ديال هذه الفريجيره؟ وراه غتبان لك في الحراره في البلاصه الا كنتي شاد الطواله. الماء والزيت ما بقاش كيبرد مزيان، طلعت الحراره بطريقه غير معهوده، غير كتفوت ديك الربعه توصل لجهه 6 طفي وكتمشي لك الزيت وما تبقاش وما تنتظرش انك توصل البوله ديال الزيت تشعل لك باش انت تعالج المشكل. كيتلقى هاد القضيه هادي حبس عاج المشكل ديالك. دابا اش غنديرو؟ اللي كتنزل الماء لتحت باش نحاولو نبدلو هاد الماء تاني من جديد، ولكن قبل ما تحل دائما ونخليوها
كان من بعد عاد يردوا للميكانيك باش يعاودوا يغسلها ويحيد هذه التاهيات، غسل باش الماء والصابون والماء القاطع ويدور فيها مزيان، وديك الساعه قبل الحراره باش تجي الحراره بانه ما كتنزلش دي تا الرادياتور توصل. شتي الامور نورمال صافي، خليها نورمال. شنو السبب ديال هادي؟ علاش كتخسر هادي؟ علاش كتخسر هادي؟ هذا هو السؤال. النوع ديال الماء اللي كتستعمل، الا كان النوع ديال الماء اللي كتستعمل ماء عادي ماشي غسلتي ودرتي لونتيجيل مزيان، تا هو كيبوريها. كاين ايضا اللي كيقول حاجه اخرى، وهذه ايضا مرجحه بزاف وقالوها بزاف لي ميكانيك، اللي غير كيبدا تيخوي الزيت اكثر من القياس. الطوموبيل تكون عارف اش كتهز، واش 4 4.5 5، يعني شحال كتهز الطوموبيل ما تبقاش تفوت القياس ديال الزيت. ولو اضطرك الحال الا فتي القياس وخليتي الطوموبيله حتى الغدا في الصباح تبات ساكته وعبرتي لقيتي الزيت فايتك، مشى عند الميكانيك يقلع داك الشويه اللي خاص. يا راه معايا اليوم اش يقول لي لافاج، قول لهم راه ساهل عندهم لي زاسبيراتور غير من هنا، غير من هادي فاهم، كيخشي التيو كيأسبيري شحال ديال الزيت بيدي تقلع. الآن قلنا الدور أننا نترجيو، نترجيو باش يكون الماء هذا تخوي على البان. هذا الماء اللي كيرجع عندك تخوي على هذه البلاكه اولا على هذه، ها هي هذو ديال الضو. لفتي تخويتي عليهم الماء عارف راه غادي تقضي على شي بني. دابا كنخويو كنفرجيو حتى نشوفو بانه غنزيدو الماء ويدور الماء حتى نوليو نشوفو واحد القضيه، هو الماء اللي تيدخل خافي على الصابون. دابا غيمشي لنا شويه الصابون نشوفوا بان الماء اللي كيولي يخرج ها هو هذا، ما فيهش لي بول. طلع الحراره راه شحال؟ 4. الماء كيخرج ما بقاش فيه لي بول. هنا دابا غادي نقابلو الماكس، نوصلو للماء الماكس وغادي نربو تيو البوصلة. التصوير كما ركب عند الميكانيكا محظورة دايما وقت ما طلع كتاخد إشاعة 100 و 100 و 100، في حين في الغالب أن التصوير هي اللي مسلكة الشعر كامل. وراتيا راتيا المشكلة هو أنا فاش عاد تيقولو تخلطات ليك الماء والزيت ترمي الحديدة، ما فين بغيت نرميها، هي باقي يلاه بالنسبة لينا حنا يلاه هكذا. دابا الحاجة اللي دير فيها رجع دير صباعك، عندك تحرك يعني عارف فين دير صباعك، دير صباعك ودور يديك على الديريت واش وصلتيها لبلاصتها ولا لا. ياك ما كتلق الماء دير يديك شوف ياك ما تشربات، ياك ما تشربات، ياك ما درت فيها شي قبا ولا شي حاجة واش كتلق الماء ولا لا. من بعد هذا الموتور كله خاصو الغسيل، غسيل غسيل كل دابا على المدير هاديك البلاصه ملي كيرجع منها الماء شوف واش فيها لي بول داير، ديك هما اللي كيسخنو الطوموبيله في الطوار. غنشوف بان الماء ولا كينزل بلا بول داير بلا والو. اذا الان كنسدو هاد الغطاء هذا ديال الماء، الغطاء ديال الماء في الداسيا ديما يتسد حتى الاخر، او داير كي الكوكوط يتسد حتى الاخر. اش تقول لي غنفسو ولا شحال سدو ديت؟ راه عندو التقيبات ديالو هادو دايرين كي الكوكوط، الوقت فاش كيسخن الماء وكيفوت القياس راه هي كتنفس راسها. بالمناسبه جيب معاك دويره، درتي درتي عند الموتور شوف زيت الفران راه داكشي اللي هنا كيترجم هنا، داكشي اللي هنا كتلقاه هنا دايما وقت ما حليتي الكابو شوف الفوق. كنغطيو الموتور
دابا كنرجعوها في حالتها. نشكر السيد اللي اقترح علينا اننا نديرو هذا الفيديو. هذا باقا خدامه شي كلعيبه الشهر، باقا هو السيد ورانا. راهو شفتوه نرجعوها دابا بالوسطى.